أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم منشط أحمر، معي أنا إيناس حليم، ونبدأ من أهم المنشطات. رئاسة كردستان تحدد 10 من حزيران المقبل موعدا لانتخابات برلمان الإقليم. وأيضا في منشطنا الثاني، مساعا سياسية لتعديل قانون الانتخابات سانتياغو في كل دائرة انتخابية. وأيضا في منشطنا الثالث، الفقر يفتك بربع سكان العراق، تساؤلات عن الإجراءات في البلد النفطي. وفي منشطنا الأخير، هدنة غزة تقترب من الحسم، مفاوضات مستمرة وأمال بإعلانها قبل رمضان. بعد أن تقرر إجراؤها في 10 من الشهر الماضي إلا أنها تأجلت لأسباب فنية، رئيس إقليم كردستان نجربان البرزاني يحدد 10 من حزيران يونيو المقبل موعدا لانتخابات برلمان الإقليم، وهو مسار ينتظر منه إنهاء الكثير من الخلافات الدائرة بين الأحزاب الكردية أو حتى بين المركز والإقليم. انتخابات شهدت خلال الأشهر الماضية الكثير من الأخذ والرد، خاصة بعد أن طعنت أحزاب كردية بالقانون الانتخابي وما رافق ذلك من تداعيات كتأجيل البت به أكثر من مرة حين التوصل إلى القرار النهائي الذي حدد ملامح البرلمان الجديد. عند الحديث عن قانون برلمان الإقليم لا يمكن تجاوز ما حصل للأقليات التي اعترضت على إعادة عدد النواب في البرلمان إلى 100 نائب، بعد أن كان القانون نص على 110 نواب لمنح الكوتا للمكونات الأخرى، وهو ما أغضب هذه المكونات. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنناقش هذا المنشط. 10 من حزيران المقبل هو الموعد المحدد لانتخابات برلمان إقليم كردستان بعد شد وجذب بين المفوضية الاتحادية والسلطات الإقليم. وبموجب الأمر الصادر من رئاسة الإقليم، فإن الجهات المعنية ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذا اعتبارا من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره. وكان من المقرر أن تجرى انتخابات الإقليم في 25 من الشهر الماضي، لكن قرار مفوضية الانتخابات في بغداد أجلها لإشعار آخر لأسباب فنية، وهو ما أثار تساؤلات عن طبيعة استعدادات المفوضية وتصريحاتها السابقة. ومدد برلمان الإقليم المكون من 100 مقعدا في أكتوبر الماضي مدة دورته عاما إضافيا، مرجئا بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر ذاته إثر خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وبرغم تحديد الموعد النهائي، تتخوف أوساط كردية من تلكؤ المفوضية الاتحادية بشأن هذه الانتخابات، خاصة وأنها أعلنت مرات عدة استعدادها لإجراء الانتخابات لكنها أجلتها لأسباب فنية. وفي هذا المنشط ينضم معنا الباحث السياسي السيد ياسين عزيز. أهلا بك سيد ياسين. يعني هل يمكننا أن نقول وأخيرا، لأنه حدد أخيرا أنه ستكون هنالك انتخابات في الشهر السادس من هذا العام، لكن يعني بعد أن تأجلت أكثر من مرة، لكن هل تلك الانتخابات التشريعية التي ستقام ستنهي الخلافات السياسية في الإقليم؟ تفضل. مساء الخير استناس، تحياتي لكم والمشاهدين.
يعني يقال في المثل الثالثة ثابتة، بس هاي الرابعة نتمنى أن تكون الرابعة ثابتة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني تحديد موعد الانتخابات يعني مرحلة جديدة في خلينا نقول الصراع السياسي أو العمل على إيجاد خارطة سياسية جديدة في إقليم كردستان. الصراعات السياسية موجودة في إقليم كردستان أو في حدود منطقة كردستان منذ زمن بعيد يعني، ولن تكون الانتخابات مرحلة من مراحل هذا الصراع، إنما تكون مرحلة مكملة يعني وليست مرحلة جديدة. لذا أتصور أن هذه الانتخابات التي ستجرى تحت إشراف المفوضية العليا العراقية المستقلة، الانتخابات أتصور أن تشهد تنافسا شديدا أكثر مما كانت عليه في الاستحقاقات السابقة، باعتبار أن هناك في السابق كانت هناك اتهامات بعدم الشفافية والتزوير وما إلى ذلك من هذه الاتهامات للأحزاب الحاكمة والمتصدرة للمشهد السياسي. أتصور أن الصراع سيكون صراعا شديدا، وأتمنى أن يكون على صناديق الانتخابات ولا تتحول إلى الشارع أو إلى أمور أخرى يعني في هذه الصراع. نعم سيد ياسين، يعني هل قادر اليوم أحد الأحزاب أو الائتلافات على الحصول بأريحية على أصوات عالية لتشكيل الحكومة هنا في الإقليم؟ لا طبعا، حسب المعطيات الموجوده سواء السابقه والتي نعيشها الان وحتى يعني الانتخابات لن تكون بعيده، مثلا تقريبا 3 شهور او اكثر من 3 شهور بايام، يعني اتصور ان لن يحسم حزب معين المشهد السياسي او ان يسيطر على المشهد السياسي او ان يفكر ان يشكل حكومه الاقليم لوحده، اكيد سنلجا الى تحالفات بعد الانتخابات. اتصور ان تكون هناك تحالفات خفيفه وطفيفه قبل الانتخابات، لكن التحالفات والمناقشات والمفاوضات ستكون بعد نتائج الانتخابات التي ستعلن بعد اجرائها في 10/6. انا اتصور ان المشهد او الصوره يمكن ان تختلف نوعا ما جزئيا وليس بشكل كبير. كيف؟ يعني ان مثلا الحزب الديمقراطي الكردستاني او الاتحاد الوطني الكردستاني، الان لدينا الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يطمح ان يكسب مقاعد اكثر مما كان عليه في الاستحقاق الاخير، هناك بعض الاحزاب الناشئه كالجيل الجديد او الاحزاب الاسلاميه او ما غيرها او حتى حركه التغيير التي تريد وتحاول ان تجدد نفسها، ان تكون هذه الاحزاب نوعا ما منافسة فيما بينها، لكن الحزبين الرئيسيين أتصور أنهما سيتصدران المشهد، وستكون هناك كما قلت منافسة في الخط الثاني من الأحزاب الأخرى مع الحزبين الرئيسيين، لكن المنافسة ستكون فعلا شديدة بين الحزبين الرئيسيين في هذه الانتخابات. أتصور أن تكون النتائج وإن لم تكن متقاربة جدا ولكن منافسة، وتفرض على كل الأحزاب والأطراف السياسية اللجوء إلى مفاوضات وإلى صفقات سياسية من أجل تشكيل الحكومة، حكومة إقليم كردستان بعد الانتخابات القادمة. لكن سيد ياسين، برغم تلك المنافسة بين تلك الأحزاب، لكن ستكون تلك الأحزاب هذه المرة خالية من الكوتا، كيف تفسر ذلك؟ يعني الحزب الأكثر خسارة للكوتا يعني هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتبار أن الكوتا التي كانت موجودة في الاستحقاقات السابقة كانت مقربة جدا أو حليفة للحزب الديمقراطي الكردستاني، خسارة 11 مقعد ليس بالشيء الهين لأي حزب أو طرف سياسي. هنا يعني وإن كنا مثلا ضد إلغاء الكوتا، أنا قلتها مرارا أنا ضد إلغاء الكوتا، لكن كنت أود أن تكون الكوتا حقيقية ومعقولة، يعني الكوتا المسيحية كانت حقيقية ومعقولة موجودة، هنا الكوتا موجودة في انتخابات مجلس النواب العراقي ومجلس مجالس المحافظات، فلماذا لا تكون موجودة في كردستان؟ لكن بصورة كان أتصور أنه كان سيكون أخف أو أكثر معقولية لو كانت الكوتا موجودة، ولكن بالشكل الكوتا سيؤثر كما قلت على طرف معين من الأطراف السياسية، سيساعد بعض الأطراف الأخرى لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني في منافسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في المقاعد التي يتم الحصول عليها من هذه الانتخابات. لكن إذا 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 رأينا إلى الأحزاب الكبيرة، هل ستؤمن للكوتا جزء من مقاعدها؟ أنا أتصور أن الأولوية ستكون لهذه الأحزاب، ومن ثم التفكير في منح الكوتا جزءا من هذه المقاعد. يعني هذه المرة الأولى التي لن تكون فيها كوتا، وأيضا المرة الأولى التي ستكون يعني الخارطة السياسية كيف سيكون شكلها في ظل 4 دوائر ستقام فيها انتخابات؟ يعني كل شيء نوعا ما جديد في انتخابات إقليم كردستان في هذه الدورة السادسة. كما تفضلت حضرتك يعني منذ 92 كان هناك الكوتا، الآن غير موجود الكوتا، الدوائر كانت دائرة واحدة مثلا، الآن 4 دوائر، المفوضية كانت مفوضية إقليم كردستان، الآن المفوضية الاتحادية المفوضية العراقية، كل هذه الأمور أنا أتصور أنها ستشهد منافسة حقيقية ومنافسة أكثر
خلينا نقول إثارة مما كانت عليه في السابق. يعني أيضا لو نتحدث عن المفوضية أو المفوضية الاتحادية وأيضا ستكون بإشراف وأيضا بأنها هي من ستنفذ الانتخابات في الإقليم، لكن اليوم كما تعلم أن المفوضية ممددة، لكن هل ستمدد أيضا لإجراء الانتخابات لأنه لم يتبقى سوى 20 يوم بين الانتخابات التي ستقام في الإقليم والوقت الذي سينتهي به يعني المدد التي حددت سابقا لمفوضية الانتخابات؟ يعني المفوضية لديها أكثر من 20 يوم، تقريبا 27 يوم أو 26 يوم. أنا أتصور أن المفوضية ستكثف لأنه التجميل. لكن هنالك على نتائج طعون صحيح. إلى آخره. يعني المفوضية طالبت في السابق بمدة شهر أن يكون الموعد الجديد قبل شهر من انتهاء صلاحيتها، يعني مثلا حدثت ذلك الانتخابات يعني قليل بشهر من عدة أيام. نعم. أنا أتصور أن المفوضية ستقدر وستأخذ هذه الاعتبارات لأن عدم وجود مفوضية أو العمل على تجديد موعد المفوضية أكيد سيثير مشاكل وأحاديث كثيرة باعتبار أن مفوضية يجب أن تجدد باعتبار أن لدينا استحقاق آخر في العام المقبل استحقاق مجلس النواب العراقي. لذا أتصور أن المفوضية عندما أكدت لرئاسة الإقليم بأنها قادرة على إشراف وتنفيذ الانتخابات أعتقد بأنها قادرة على إعلان النتائج قبل انتهاء موعد صلاحية المفوضية. نعم، الباحث السياسي السيد ياسين عزيز كنت معنا، شكرا جزيلا لك. سانتياغو هو الخيار المفضل لدى القوى السياسية عند إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن العام 2019 شهد تحولا اضطراريا بالنسبة للأحزاب، حيث أجبرتها الاحتجاجات الشعبية على إجراء تعديل للقانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة الذي يسمح للأحزاب الناشئة بالمنافسة والحصول على مقاعد في المجلس النيابي. لكن العام الماضي غير مجلس النواب هذا القانون وأعاده سريعا إلى الدائرات الواحدة، عودة تراجعت عنها قوى سياسية بعد عام واحد فقط، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب هذه العودة ومبرراتها، وفيما إذا كان التوجه الجديد يصب في مصلحة جهة معينة. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنناقش هذا المنشأ. تحركات سياسية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى الدوائر المتعددة، وسط قلق في الأوساط الشعبية من مسار تعديل القانون الانتخابي، خاصة في ظل الأحاديث المتداولة عن رغبة بعض القوى بإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بطريقة تخدم مصالحها. وبحسب نواب في البرلمان فإن هناك رغبة سياسية لتعديل قانون الانتخابات من الدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة، وأثارت هذه الخطوة المخاوف من قبل الأحزاب الناشئة والمستقلين، إذ يفترض أن تجري الانتخابات المقبلة على أساس نظام سانتياغو بصيغة 1.7. ويرى مختصون في الشأن السياسي أن تغيير قانون الانتخابات مرة أخرى سيوحي بتلاعب بعض القوى السياسية بالقوانين وتشريعها وفق مصالحها الخاصة دون الالتفات إلى المصالح العليا للشعب، كما أن تعديل القانون سيضعف ثقة الجماهير بالعملية الانتخابية. كما ترى تلك الأحزاب عدم وجود مصلحة من تغيير قانون الانتخابات بشكل مستمر وبناء على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة، خاصة وأن العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة. وفي هذا المنشأت ينضم معنا عضو ائتلاف النصر السيد سلام الزبيدي وأيضا الباحث في الشأن القانوني السيد علي التميمي. أهلا بكم ضيوفي الأعزاء. أبدأ معك سيد علي، وهنالك ما يثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية حول كثرة التغيير في قانون الانتخابات، أنت كيف تجد هذا الأمر؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ إيناس وضيفك الكريم أستاذ سلام والسادة المشاهدين. طبعا القاعدة القانونية في التشريع هي تستهدف الجماهير، تستهدف الشعب، هو قاعدة عامة مجردة يراد منها تحقيق مصالح اجتماعية على المدى
البعيد. طبعا تعديل القوانين وخصوصا القوانين الانتخابية بهذه الطريقة المتكررة سيفقد الأحزاب، لأنه عندنا قانون الأحزاب أيضا، سيفقد الأحزاب وفق نظام هذه الأحزاب الداخلي الاستقرار، ويدفعها أيضا إلى أن تغير في أنظمتها الداخلية، تغير في سياستها، تغير في أيديولوجيتها، لأن هذا التغيير المتكرر سيجعلها تضع خارطة جديدة لطريق عملها، هذا أولا. وثانيا سيؤثر على المجتمع، لأن المجتمع يعني وضع نفسه تحت هذا القالب، تحت هذا العمل، وبالتالي أدرك ما الذي عليه، هذا أيضا مهم جدا. قانون الانتخابات السابق تعرفين حضرتك كان يعتمد الانتخاب الفردي الحر المباشر الدوائر المتعددة، وكنا كلنا كنا داعمين لهذا التوجه، لكن جاءنا القانون رقم 12 لعام 18 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، جعل طريقة سنات ليجو، وأيضا احتمد الدوائر الكبيرة والدائرة الواحدة، الدائرة الواحدة. نعم طبعا هنا هذا التعديل المزمع هو يريد أن يمزج بين سانت ليجو والدائرة الواحدة، هذا طبعا سيكون يعني نشاز على الأنظمة الانتخابية غير مقبول طبعا وفق الأنظمة البرلمانية، لأنه وضع دوائر متعددة صغيرة مع طريقة سانت ليجو والدائرة الكبيرة غير ممكن. هذا النظام سيؤثر على الأحزاب الصغيرة، إن لم نقل يسحقها، ينهيها، يجعلها يعني تنتهي أمام الأحزاب الكبيرة. طبعا الأسباب الموجبة أستاذة إيناس في كل قانون هي المهمة، أنا شخصيا لا أرى هناك أسباب موجبة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة أبدا. نعم. سيد سلام، يعني القاعدة تستهدف الشعب كما ذكر سيد علي، لكن جهات سياسية جادة بتغيير هذا القانون وجهات أخرى ترفض تغييره، هل التضارب اليوم بين الفريقين يعني وأيضا تحذيرات تسبب غضب للشارع وممكن إثارة ثورات أو تظاهرات أخرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم ستي ناس وعلى مشاهدي قناتكم الموقرة وعلى ضيفك الكريم المحترم. يعني بلا شك العمل السياسي ومفهوم السياسة لا يوجد فيه ثوابت، هناك متغيرات بالعمل السياسي، وهذه يعني تنطلق من مصالح، قد تكون هذه المصالح مرتبطة بالأحزاب والكتل السياسية المهيمنة على مصدر القرار أو صناعة القرار السياسي، وبالتالي لا يوجد هناك برلمان، رغم أنه يعني نظامنا برلماني من المفترض أن يأخذ مسار الديمقراطية ويقدم المصالح العليا للمواطن وللبلد على المصالح الضيقة، ولكن للأسف تعرفين جنابك ويعرف الجمهور الكريم أنه البرلمان هو عبارة عن مجموعة من الكتل والأحزاب السياسية والكيانات التي تحاول أن دائما تسخر البرلمان العراقي بقرارات وقوانين تخدم هذه الكيانات قبل ما أن تخدم المصلحة العامة للبلد والمواطن العراقي. الأستاذ علي تحدث من ناحية قانونية حول طبيعة القانون وتأثيراته، أنا راح أتحدث وياك من الناحية السياسية. نعم. ستي ناس، أنا أعتقد أنه اليوم بعض القوى السياسية اللي هي ممسكة بزمام السلطة ومركز القرار الآن متخوفة بشكل كبير من يعني وجود قد قوة تسحب البساط من عندها، على اعتبار أنه اليوم على سبيل المثال السيد رئيس الوزراء يعمل بشكل واضح وله تأثير بالجماهير، وقد يعني ممكن أن يستثمر وجوده بالسلطة تسخير الموازنات الكبيرة التي قررت لثلاث سنوات ممكن في دعم مشروع الانتخابي، وهو يملك يعني كيان سياسي تيار الفراتين، ممكن أن يكون منافس قوي لتلك الأحزاب التي تتخوف من أن يكون هناك تجربة جديدة على غرار تجربة يعني هذا ما جعلها المحافظات. هذا ما جعلها أنها تفكر وتريد تغيير ذلك القانون؟
بكل تأكيد، وما حصل في انتخابات مجالس المحافظات في البصرة ومحافظة كربلاء وكذلك محافظة واسط هو ممكن يكون جرس انذار لهذه الكتل السياسية التي تخشى أن يكون هناك امتياز للمسؤولين المتنفذين على اعتبار أنه ممكن يسخر يعني وظيفته أو مركز التنفيذي أو المال والسلطة في أن يكون له الحظوة في كسب مقاعد كثيرة. لذلك التبرير والمسوغ من هذا المنطلق على اعتبار أن الكتل السياسية وبعض الكتل، طبعا ليست كل الكتل السياسية الآن هي مع تغيير القانون، هناك بعض الجهات تحديدا بعض الجهات التي يعني قد تدخل في تنافس شخصي مع قائمة سيد رئيس الوزراء أو مع بعض القوائم، هي تخشى على وجودها ونفوذها بالسلطة وتحاول أن تبعث برسائل حتى لو لم يطبق القانون أو لم يعيد تطبيق قانون الدوائر المتعددة، ممكن هي تكون رسالة يعني رسالة لبعض القوى السياسية أن تتناغم معها أو تأتي للتفاوض معها من أجل يعني عدم سحب البساط من هذه القوى، وبالتالي تكون هي المسيطرة الأولى في حال أن مضيت قانون الانتخابات. حتى لو مضي قانون سانت ليغو سيكون باشتراطات كما اشترط على السيد رئيس الوزراء بعدم المشاركة بانتخابات مجالس المحافظة. نعم، يعني هذا ما تحدث به سيد سلام من الناحية السياسية. لكن سيد علي، يعني ذات الجهات التي غيرت القانون من دوائر متعددة وحولته إلى دائرة واحدة أيضا تريد الرجوع إلى الدوائر المتعددة، لكن قانونا هل يسمح بتلك التغييرات في القانون أم القانون يسمح ويتيح للأحزاب أن تغير ما تشاء؟ لا أستاذة إيناس، هي يعني طريقة تشريع القوانين تكون في القناة التشريعية الأولى اللي هي البرلمان. نعم. وفق المادة 61 من الدستور العراقي، وبالتأكيد هكذا مشاريع للقوانين لها صلة بمستقبل العملية السياسية في البلد ولها علاقة بالانتخابات البرلمانية اللي هي مهمة جدا، يجب أن تأتي من السلطة التنفيذية، يعني تأتي من مجلس الوزراء كمسودة قانون. هنا نتساءل أستاذة إيناس، أشاطرك الرأي، ما حدا مما بدا؟ يعني كان الانتخاب، طريقة الانتخابات السابقة، الانتخاب الفردي الحر المباشر اللي يعني هي طريقة حديثة وطريقة تحتمد في الكثير من دول العالم عن طريق الدوائر المتعددة، لكن لا يوجد مع تلك الطريقة سانت ليغو. يعني الدوائر المتعددة هي نقيض لسانت ليغو، سواء كانت 1.7 سواء كانت 1.9، لأنه هذه الطريقة، طريقة الانتخاب الفردي الحر المباشر، هي تعتمد أعلى الفائزين، وبرأيي هي هذه هي الطريقة اللي النموذجية الحديثة المفروض تستخدم. لكن أن تأتي أنت دوائر متعددة صغيرة مع طريقة سانت ليغو، شوف هذه يعني عندما تأتين أستاذ إيناس بحساب الأصوات هنا، نعم، ستكون الغلبة للكتل الكبيرة، وبنفس الوقت تستفيد هذه الكتل الكبيرة من هذه الدوائر المتعددة. يعني هنا يعني هذا المقترح أخذ من الدوائر المتعددة تعدديتها وأخذ من الطريقة الثانية سانت ليغو. هذا مسخ، هذا نظام مسخ لا وجود له في الأنظمة البرلمانية. ما أنت يتكون دوائر متعددة واللي يحصل على أكثر الأصوات هو يفوز، يا أما تكون على النظام الحالي قائمة واحدة سانت ليغو تعتمدها. يعني هذا الأخذ والتشطير وأخذ من هنا شيء ومن هنا شيء لتحقيق غايات سياسية، حقيقة هذا بعيد عن التشريع، لأن أهداف التشريع هي خدمة المجتمع، هي خدمة المصالح العامة للمجتمع، ليس خدمة الأحزاب والكتل السياسية. أنا أعتقد هذا المشروع القانون سيولد ميتا، لأنه إذا لم يحارب في داخل البرلمان ولم تقف أمامه قوى وطنية رافضة لهذا يعني التشريع الخاطئ، سنشهد تأثير اجتماعي عليه ومنعه بكل الطرق. لا أعتقد أستاذة إيناس أنه سيمرر هكذا، لأنه هذا خطأ يعني لا يوجد حتى في
الأنظمة الانتخابية هكذا نظام مزدوج بعيد عن الواقع. نعم سيد سلام، متفقون أن الأهداف والغايات من التغيير هي للمصالح الحزبية والسياسية، لكن وصف البعض أن هذه التغييرات بأنها أشبه بالتلاعب والقفز على المصالح العليا، ما هو الوصف الحقيقي لما يحصل؟ بكل تأكيد يعني أنا أعتقد أنه اليوم من يسعى إلى أن يتلاعب يعني بمشاعر الناس بمصالح المواطنين وبالتالي يسعى إلى مصالح ضيقة حزبية قد تتعلق بالهيمنة على السلطة ومركز القرار والنفوذ، وبالتالي اليوم بعض الكتل السياسية هي لديها مخاوف. تعرفين اليوم أغلب القوى السياسية هي لا تسعى إلى نسب مشاركة عالية، حتى في الانتخابات السابقة الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات كانت نسبة المشاركة متدنية وهذا ما تطمح إلى الأحزاب. اليوم تغيير القوانين يفقد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالعملية السياسية، وبالتالي كلما قلت نسب المشاركة سيشارك فقط هم جمهور الأحزاب، وهذا ما يسعى له صقور السياسة والكتل الكبيرة، وبالتالي تريد أن تحصر هذه الانتخابات فقط بمجموعة معينة هم من المستفيدين من واقع الحال أو مستفيدين من الكتل السياسية. لذلك أعتقد ستسعى بعض الكتل السياسية إلى أن يكون هناك التقويض لعملية الانتخابات من خلال يعني عدم إعطاء الفرصة للكتل الصغيرة الحركات الناشئة المستقلين بالفوز أو نسبة الحظوة بمجالس مجلس النواب من أجل كسب جمهور جديد، وهذا ما لا تسعى إليه، لأن اليوم عندما تأتي بقانون يتلائم مع المواطن ويعطي مساحة لكل الفرص بالمشاركة هذا لا. راح يهدد وجود صقور السياسة بالعملية السياسية ويزيحهم من مناصبهم. لذلك الكتل السياسية لا تفكر أبدا أن يكون هناك قانون عادل يعطي الفرص متساوية للجميع، وبالتالي ممكن أن يهدد وجود صقور السياسة داخل العملية السياسية. نعم عضو تحالف النصر سيد سلام الزبيدي وأيضا الباحث في شأن القانوني علي التميمي كنتما معي، شكرا جزيلا لكما. من 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر، رغم أن العراق يحتل مكانة بارزة كواحد من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أن الفجوة بين الأثرياء والفقراء تتسع بشكل لافت، حيث يعيش العديد من الأسر في ظروف معيشية صعبة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. تساؤلات بدت على شفاه ملايين الفقراء عن الإجراءات المتخذة حيال واقعهم المزري، خاصة وأنهم ليسوا بحاجة إلى صدقة، وإنما غالبيتهم لديهم القدرة على العمل وبذل الجهود، ما يعني الحاجة إلى المشاريع الاستثمارية وتنشيط القطاع الخاص الذي يمكن له أن يحسن حياتهم. وفي هذا المنشط ينضم معنا الباحث في شأن الاقتصادي السيد علاء الفهد، وأيضا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان السيد فاضل الغراوي. أهلا بكم ضيوف الأعزاء. أبدأ معك سيد فاضل، العراق بلد يعوم على بحر من الثروة النفطية، لكن تلك الثروة لا تصل بأي صورة كانت إلى ربع السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر، كيف تفسر تلك الأرقام؟ ربع الشعب تقريبا، تفضل. مساء الخير سيدتي الكريمة، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام وللضيف الكريم. نعم قد يكون مشكلة الفقر دائما ما نتحدث عنها كأنها مشكلة اقتصادية، لكن الآن أصبحت ليست مشكلة اقتصادية وليست مشكلة مرحلية، أصبحت مشكلة مستدامة، مشكلة حكومية سياسية اجتماعية اقتصادية، مشكلة مركبة. وبالتالي اليوم نتحدث عن دولة غنية بثرواتها ومواردها البشرية بطاقاتها الإنتاجية، ونتحدث عن دولة اليوم تصدر أكثر أو تنتج 3,500,000 برميل يوميا، وكذلك مواردها اللي تصلها بتريليونات الدولارات،
ونتحدث مع الأسف الشديد في هذا التوقيت عن قضية فقر، والعراق يحتل المرتبة 66 في مؤشر الأمم المتحدة بالنسبة للدول الأكثر فقرا. هذا الذي يؤدي أن اليوم أكثر من 10 مليون شخص عراقي يعني تحت خط الفقر، أو هم فقراء مبالغهم أو مواردهم الاقتصادية لا تسد أبسط مقومات احتياجاتهم الأساسية. بالتالي اليوم عندما وضعت الوثيقة الدستورية، وضعت المواثيق، العهود، الاتفاقيات الدولية اللي انضمها العراق، كانت تتحدث عن كفالة حق الإنسان بالعيش الكريم، تحقيق فرص العمل، الجانب الاقتصادي، تحقيق البيئة. اليوم العراقي لا يبحث عن رفاهية، لا يبحث عن جوانب تنموية شاملة، يبحث عن عيش كريم بأبسط مقومات الحياة. لكن لغاية هذه اللحظة مع الأسف الشديد نتحدث عن دولة فيها هذا الكم الهائل من الفقراء الذي لا يتناسب يعني طرديا مع هذا الكم الهائل من الثروات. وبالتالي إذا حاولت نعم، يعني أذهب إليك سيد علاء، يعني العيش الكريم، المواطن اليوم يبحث عن العيش الكريم، لكن في ظل ارتفاع الدولار وانخفاضه في بعض الأحيان وارتفاع المواد الغذائية، وأيضا نشاهد هنالك يعني من لديه السيارات الفارهة والذي يعيش عيشة الملوك والبعض الآخر يسكن العشوائيات، من وضع تلك الفروق؟ تفضل سيد علاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجه التحية لكم ولضيفك الكريم والمشاهدي قناة الشرقية الكرام. أهلا بك. طبعا وجود الطبقية في العراق نتيجة تفاوت في مستويات الدخل، وأيضا تأثيرات من بعد عام 2003 نتيجة الفساد المستشري وضياع الكثير من الإيرادات الخاصة بإيرادات النفط وذهابها إلى غير مستحقيها. هذا أدى إلى هناك تفاوت في مستويات الدخل، هناك من يعيش برفاهية عالية، وأيضا هناك من يقبع بمستوى خط الفقر أكثر من 25%، مثل ما ذكر الأستاذ 10 مليون عراقي فقير مع وجود إيرادات. هذا يعود إلى سوء التوزيع وسوء الإدارة. طبعا مع الجهود الحكومية لمكافحة الفقر ومحاربته، لكن هذه نسبة الفقر لا تأتي نتيجة حتمية أو آنية، إنما نتيجة تراكمات سابقة من ما عانه العراق من حروب وحصار، وأيضا حرب ضد داعش وموجة نازحين. كل هذا طبعا أثر بشكل مباشر على وصول مستويات الفقر إلى هذا الحد، مع أن هناك جهود حكومية لمواجهة الفقر عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية. أكثر من 7 مليون فرد مشمولين بشبكة الحماية، أكثر من 2 مليون أسرة، لكن هذا لا يغطي بسبب عدم وجود قطاع خاص قادر على امتصاص نسبة البطالة الكبيرة جدا، وهذا طبعا إلى تأثير على الاعتماد على الحكومة فقط بالتعيينات وأيضا توفير فرص العمل والوظائف. هذا يحتاج إلى أن تكون هناك مع عزم الحكومة على دخول مشاريع تنموية استراتيجية حيز التنفيذ كمشروع ميناء الفاو وطريق التنمية ومشاريع تنموية أخرى ومشاريع الإسكان. كل هذا طبعا تؤدي إلى زيادة حالة التشغيل وزيادة نشاط الاقتصاد العراقي، وبالتالي توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة والفقر. نتحدث عن نسبة الفقر في العراق، نتحدث بمرارة كبيرة جدا أنه ببلد يمتلك إمكانيات وموارد، لكن سيد علاء اليوم العراق اليوم العراق يعتمد بميزانيته على 93% من الإيرادات النفطية، واليوم البلد إيراداته ريعية فقط تعتمد على النفط. لكن نحن نبحث عن الحلول، ما الذي ممكن أن يجعل العراق يرتقي لمستوى البلدان الأخرى رغم امتلاكه الكثير من الموارد البشرية، الموارد يعني الصناعية، الموارد الأخرى، الموارد الطبيعية، هنا أتحدث غير النفط فقط، لكن نعم. تحدثت أنت عن مشاريع، هل ممكن يعني تلك المشاريع أن تفك أزمة البلد، أزمة الفقر التي يعيشها معظم سكان العراق؟
لا بد من تنويع الاقتصاد العراقي وتنشيط القطاعات المعطلة كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي. اليوم المعروف على العراق هو بلد زراعي يمتلك إمكانيات زراعية، أغلب نسبة الفقر اليوم نجدها في الريف أكثر من المدينة نتيجة الإجراءات الطبيعية ونتيجة شحة المياه. الكثير من الأراضي الزراعية هاجرها الفلاحين ونتيجة ظروف المعيشة في القطاع الزراعي، هذا إلى تأثير مباشر. عودة القطاع الزراعي إلى نشاط وأيضا القطاع الزراعي وربما قطاع السياحة، هناك الكثير من القطاعات المعطلة التي يمكن أن تساهم بتقليل نسب الفقر وامتصاص نسبة البطالة الكبيرة جدا. هناك حركة تنموية في العراق خلال الفترة القادمة، هناك محاولة من هذه الحكومة وفق ما تؤول إليه من مشاريع لتقليل نسب الفقر والبطالة، وأيضا محاولة تشغيل مشاريع تنموية كبيرة ومشاركة القطاع الخاص. كل هذا سيسهم بتنويع الاقتصاد العراقي، وهي الفكرة الاستراتيجية التي طالما تحدثنا بها في كثير من المناسبات الاقتصادية والإعلامية. يجب أن يتنوع الاقتصاد العراقي، يجب أن يعود إلى سابق عهده. العراق يمتلك الكثير من المميزات سواء كان عن طريق الموقع الجغرافي أو الموارد الطبيعية التي تؤهله أن يكون من البلدان الغنية، وهذا طبعا دخول هذه المشاريع كميناء الفاو وطريق التنمية اللي ممكن أن يجلب إيرادات إضافية وأيضا يشغل الكثير من الأيدي العاملة ويقلل نسبة الفقر. نعم سيد فاضل، يعني نسبة الفقر والبطالة أيضا يعني كبيرة، ولكن تلك المسببات تدفع البعض إلى ارتكاب بعض الجرائم مثل المخدرات، القتل أحيانا، لكن هل من سياسات حكومية تحد من تلك الظواهر؟ يعني خلي بس شوي اوضح اللي تفضلتي بيه وتفضل بيه الضيف الكريم. نعم. المواطن العراقي ما عنده ثقه الان باي سياسات او اي اجراءات تتعلق بموضوع القطاع الخاص او الاستثمار او ما يتعلق بالاجراءات الاخرى. المواطن العراقي لديه ثقه وحيده تتعلق بالهجره باتجاه التوظيف. الوظيفه هي الحمايه الاساسيه التي يبحث عنها كل مواطن. باقي الامور ليس لديه اي ثقه باي اجراءات موجوده على ارض الواقع، بالتالي هجرنا الزراعه وهجرنا الصناعه وهجرنا سوق العمل بكل تفاصيله وصلنا الى ما وصلنا اليه الان. حتى نخلق هاي الموازنه يكون عندنا جوانب حمائيه تتعلق بدفع الناس باتجاه القطاع الخاص او الجوانب الاستثماريه، بذات اللي يتعلق بجوانب الحمائيه اللي موجوده بالوظيفه العامه، وهذه يراد لها بصراحة قرارات وإجراءات استثنائية، لا نتحدث عن وعود أو إجراءات قد تكون إجراءات مرحلية. هذا الجانب. بالتالي لما تكون بطالة، لما يكون ما عندك اليوم مورد أساسي، هذا طبيعي جدا. أما تتجه إلى موضوعة الانحراف وسوء السلوك بالمخدرات، بموضوعة الجوانب الاتجار بالبشر اللي نشوف هكذا ظواهر، وكم هاي من الشباب بدأوا يتجهون إلى لان بها موارد اقتصاديه كبيره جدا. بالتالي اليوم السياسات حتى انت تقوم بعمليه الحد من موضوع المخدرات، الحد من الجرائم، الحد من قضايا العنف اللي تحصل بالبلد، السياسات يجب ان تكون متوازنه باتجاه اليوم نخلق لنا بيئه جديده نسميها توظيف القطاع الخاص، توظيف الصناعه، توظيف الزراعه. هذا اللي يحتاجه المواطن الان. اليوم احنا الجانب الاستراتيجي الاستثماري الاقتصادي هو مجرد عبارة عن يعني وعود. خلي الكلمة الأساسية اللي حاب أتحدث بها، المواطن العراقي ما يهم الأرقام. العراق صاعد، سوق الفقر جسار، نسبة البطالة جسار، ما له علاقة بالأرقام. هذا مو دوره، دور الأساسي للحكومة تكفل له حياته، تكفل له عيشه كريم، توفر له جوانب اقتصاديه في هذا الجانب. نعم، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، وايضا الباحث في الشان الاقتصادي السيد علاء الفهد، كنتما معي، شكرا جزيلا لكما. وفي منشأتنا الأخير، تقول وسائل إعلام أمريكية إن مفاوضات هدنة غزة اقتربت من الحسم،
إثر موافقة إسرائيلية أولية ومباحثات شبه نهائية بالقاهرة تضع الملامح الأخيرة للاتفاق مع زيارة وفد فلسطيني لإتمام الصفقة قبل شهر رمضان. تلك التقديرات الإعلامية تتوافق مع ما نقله مطلعون على أوراق المفاوضات عن وجود رغبة أمريكية قوية باستخدام أوراق ضغط لأول مرة خشية انفجار الأوضاع بالمنطقة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. إذن في تفاصيل الهدنة المرتقبة تشير المصادر إلى أن إسرائيل طلبت من الوسطاء كشفا تفصيليا يتضمن عدد الأسرى المتبقين وعدد من قتلوا نتيجة الحرب وكذلك الحالة الصحية لكل من تبقى. يأتي هذا في حين أكدت المصادر أن الوسطاء يعملون على صياغة اتفاق يشمل دخول المساعدات في شهر رمضان طوال اليوم وعلى 3 مراحل للقطاع المحاصر مع إعادة العمل في عدد من المستشفيات ودخول مستلزمات طبية. هذا المسار يبدو أقرب إلى التحقق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود مقترح جديد للهدنة أو للتهدئة حيث يأمل الوسطاء أي واشنطن والدوحة والقاهرة أن يتم الاتفاق بشأنه قبل حلول شهر رمضان. وفي هذا المنشط ينضم معنا الكاتب والباحث السيد طارق أبو زينب. أهلا بك سيد طارق. في ظل المفاوضات الجارية هل يمكن القول إن الهدنة تقترب من الحسم؟ تفضل. مساء الخير سيدتي، مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. للأسف الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها لقوات الاحتلال الإسرائيلية الهري حكومة الكيان المتطرفة تعطي لها وقت كثيرا للتباطل أو للمماطلة بموضوع التهدئة. نحن نعرف اليوم أنه قوات الاحتلال الإسرائيلية يمارسون أبشع أنواع الانتهاكات والإبادة بحق الفلسطينيين، وبالتالي اليوم حكومة الكيان تعمل على المماطلة في الوقت، وأيضا عندما تطلب الأسماء الأسرة ووضعهم الصحي نحن نعرف أنه ممكن يكون حركة حماس غير متواصلة مع بعضها على الأرض ميدانيا، وبالتالي كمان بالسابق أعلنوا أنه ما عم يكونوا متواصلين أكثر مع بعضهم ومع بتواجد على الأسرة، بالتالي هذه مضيعة الوقت من قوات الاحتلال الإسرائيلي للإبادة أكثر للشعب الفلسطيني. بالنسبة للموضوع الهدنة أنا برأيي يجب العمل على وقف دائم لإطلاق النار، وقف يجب العمل ليس على هدنة، يجب العمل على وقف الحرب على المدنيين وعلى السكان. وأيضا نحن نعرف أنه يعني يدعون أنه بده يفتحوا ممرات إنسانية، نحن نعرف أنه يجب أن يعني مش بس يفتحوا ممرات إنسانية، يجب أن يفتحوا كل الممرات الإنسانية. وحالا اليوم الاحتلال يعني يتزرع بعدد من المواضيع للإبادة أكثر بالشعب الفلسطيني، ونحن نعرف أنه بمعلوماتي المؤكدة وطبعا بالاطلاع على ما يفكرون بالإدارة الأمريكية، يعني اليوم الإدارة الأمريكية بتفكر لمصلحة العدو الصهيوني وهو ما أبعد من قطاع غزة، هو تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء. ذلك نعم يعني ذلك أيضا الولايات المتحدة تفكر في ذلك وليست فقط إسرائيل، لكن يعني إسرائيل هي من طلبت بيانات تفصيلية عن أسرها، هل يعني ذلك أنها ترغب بالفعل في التوصل لهدنة توقف القتال في غزة؟ أم أنه هنالك غايات أخرى من طلب تلك الأسماء والتفصيلات؟ قوات الاحتلال الإسرائيلية أو حكومة نتنياهو المتطرفة لا يهمها الأسرى. نحن نعرف منذ يوم الأول كانت عالية على الحكومة الإسرائيلية تنفذ عدد من المقترحات اللي قدموها عدد من الدول الغربية وأيضا حماس، وكان يجب عليها أنه إتمام هذه الصفقات ل خروج على الأسرة من يد حركة حماس، لكن حكومة الاحتلال لا تعمل من أجل الأسرة، وهذه ذريعة يعني يمارسها نتنياهو لأكثر أخذ وقت أكثر بتهجير وبهدم وبشن عمليات إبادة على الفلسطينيين. نحن نعرف أنه اليوم على الأسرة يعني حتى بحسب المقاومة اللي تمدعوا يومين أنه في 7 من الأسرة الإسرائيليين قد ماتوا، فبالتالي اليوم عدد كبير منهم ماتوا نتيجة القصف على الإسرائيلي
على كل الأماكن في قطاع غزة. بالتالي هذه ذريعة يقوم بها نتنياهو من أجل تأجيل كمان هذه الحرب أو تمديد هذه الحرب على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين. نحن نعرف اليوم يعني كمان حتى بالإعلام ما عم يطلع حقائق عدد الشهداء من الفلسطينيين، عدد الشهداء أكثر بكثير ما يعني ما عم يطلع الأرقام على التلفزة، وأيضا على الكبير من المفقودين، يعني كمان اليوم في مفقودين بالآلاف بل بالمئات الآلاف، أين هم؟ يعني بالتالي اليوم يعني يمارسون الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية بحماية غربية وحماية نعم. لكن سيد طارق، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تمارس ضغوط على إسرائيل للقبول بالهدنة، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها منطقات الشرق الأوسط؟ اليوم هنالك توترات كثيرة، أيضا ذكرت في بيانها أنه يعني للنأي عن أي توتر آخر. بدي أشكرك جدا على هذا السؤال الجميل جدا، لأن هذا السؤال إن سألته من شي حوالي أسبوع لدبلوماسي رفيع بالخارجية الأمريكية عن هل تقدر الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل، فكان جوابه أنه عندما نتحدث في الإعلام الأمريكي طبعا يعني جزء من الحقيقة، لكن اليوم الحكومة الاحتلال توظف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مصالحها ومن أجل تحقق أهداف لها. فيعني من استهتار في العقول العرب بصراحة عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل هدنة أو سوف نضغط على إسرائيل، فهذه يعني كل المعادلة وكل هذه التصريحات هي غير صحيحة. بالتالي هي إسرائيل توظف الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة بايدن تعمل على خدمة هذا المشروع الصهيوني وخدمة حكومة نتنياهو. بالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تضغط، إنما فقط يعني تصريحات إعلامية فقط للرأي العالمي العربي والغربي والشارع الأمريكي. بالتالي نحن عم نشوف يعني منذ حوالي الأشهر، يعني شهر ونص اليوم أو منذ 7 أكتوبر بلشت الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنه بخفض العنف وخفض التصعيد، ورجعت قالت مشيشار وزير خارجية قال بلينكن عندما دار يعني إسرائيل أنه يجب فتح ممرات إنسانية ويجب خفض التصعيد والحرب. وبالتالي شفنا بالعكس، شفنا أكثر صار في عملية إبادة، شفنا أكثر صار في تصعيد، أغلقت جميع الممرات الإنسانية، وعم نشوف يعني المساعدات اللي عم تنزل من الجو إن كانت من الأردن ولا من غيرها. بالتالي اليوم من المعيب بصراحة أنه اليوم نصدق الغرب أو نصدق الولايات المتحدة الأمريكية ونصدق قوات الاحتلال الإسرائيلية. اليوم الأمة والشعب الفلسطيني يواجهون إبادة جماعية، واليوم على فكرة نحن نتحدث كنا في قطاع غزة عن 1.5 مليون بالتفصيل. اليوم أين هم 1.5 مليون؟ لا يوجد بصراحة، يعني في شيء 1 مليون ما عرفنا وينهم، تبخروا، ممكن يكونوا هجروا بطريقة غير شرعية إلى سيناء أو برات مصر، وأيضا من خلال مصر، من خلال المعبر، من خلال قنوات غير شرعية، وأيضا المتواجد يعني اليوم في 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 قطاع غزة بس فقط الأحياء، الأحياء الفقراء الذين لا يستطيعون الخروج إلى مكان والذين لا يستطيعون أن لشراء أي مواد غذائية أو أي طعام. بالتالي اليوم نحن في نكبة كبيرة في قطاع غزة، واليوم كما تحدث الاحتلال الإسرائيلي على مشروع أكبر على مشروع تهجير الفلسطينيين ومن قطاع غزة. يعني الحديث يطول حول هذا الموضوع ويحتاج إلى حلقات كاملة. نعم. الكاتب والباحث السيد طارق أبو زينب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأيضا أنتم مشاهدينا، انتهت منشطاتنا لهذا اليوم، ألقاكم في منشطات أخرى، إلى اللقاء.